أخي المزارع، عند رعاية نباتات الموالح خلال شهر يناير يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: من الضروري الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الرية والأخرى تبعا للظروف الجوية، وتجنب التعطيش خاصة في الأماكن التي تتعرض للبرودة الشديدة أو الصقيع. من الضروري الاستمرار في التقليم وصيانة مصدات الرياح والاستمرار في علاج التصمغ الفطري، ومن الهام الاستمرار في مقاومة الحشرات القشرية والباقي الدقيقي، ويتوجب البدء في مقاومة الأشنات باستعمال المركبات النحاسية المناسبة.